والله هذا يعني هذا هم كبير، وهذه مهمة ثقيلة أمام العلماء وأمام من يعرفونها، يعني أمام العلماء أن يسلحوا أنفسهم بحيث أن يقتربوا من الواقع ومن شأن الناس ومن شأن السياسة وعلوم الاجتماع لكي يدركوا أمثال هذه الأمور ويستطيعوا أن يجتهدوا فيها. هذه مهمة ثقيلة. وهناك أمر آخر وهذا ينبغي أن ينتبه إليه الحركيون كذلك، لأن الأمة الإسلامية لم تعدم قادة يفهمون ويفقهون هذه الأمور ويجيدون المناورة مع هذه المؤامرات، ولكن هذه الشخصيات القيادية التي تجيد هذا كان العدو أول من يلتفت إليها فيسارع باغتيالها أو سجنها أو إخراجها من المعركة. يعني هنا تقرير إنجليزي أنا اطلعت عليه وهو منشور في الوثائق البريطانية في ذلك الوقت، يتحدث عن إنه جماعة الإخوان المسلمين في مصر يمكن أن تضعف ضعفا شديدا أو أن تشل إذا اغتيل حسن البنا. فهنا تجد السبق إلى فهم مركز القوة الموجود في الجماعة. فلذلك اغتيل حسن البنا قبل أن يعني يتمهد الأمر لعبد الناصر. ولو أنك طلعت أيضا لوجدت اغتيل أحمد ياسين واغتيل الرنتيسي قبل أن تخرج إسرائيل من قطاع غزة. لابد أن يحدث تفريغ للقيادات لكي يأتي دحلان كما كان في مخططهم الذي أفشله الله والحمد لله.